سيد العجمي معنا عبر سكايب، وهو الشاعر والمنشد الجميل. أنا شخصيا يعني له معزة خاصة في قلبي. سائد من الأردن معنا عبر سكايب. سائد يسعد مساك. ياك الله أبرز. يا هلا بيك، الله يعطيك العافية ويبارك فيك وبجهودك وبصوتك الجميل دائما وكلمتك الحرة اللي دائما نسعد فيها وبالاستماع لها. الله يسعدك ويسعد قلبك ويسعد كل مشاهدينا. أنا متعود بالإذاعة مستمعينا، بس أنا يسعد كل مشاهدينا. إحنا هون خالطين بين التنتين، مستمعين ومشاهدين ساعة راديو على قناة دار الإمل الفضائية. الله يكرمك يا سائد، واحكي لنا يعني سائد العجيمي كشاعر كمنشد بالدرجة الأولى، يعني بالتأكيد كإنسان وكمسلم وكابن لقضية فلسطين وقضية الأسرة، كيف تتضامن وكيف تنظر لقضية إضراب الكرامة اللي من 10 أيام بدأ؟ يا سيدي، قضية إضراب الكرامة هي قضية ما بتخص، لا يعني خلينا احنا، هي قضية إنسانية بشكل عام، صحيح، لا بتخص جميع الأديان، بتخص حتى اللي مالوش دين، حتى اللي ما عنده يعني مالوش أي مرجعية بتخصه، لأنه بالنهاية جميع الناس أخوة بالإنسانية. صحيح. واللي بصير بحق الأسرى بسجون الاحتلال هو يعني بصير انتهاكات بحق الإنسانية أولا، ما مش بحق الفلسطينيين. والعدو الصهيوني ما بيفرق ما بين مسلم وغير مسلم، العدو الصهيوني هو محتل لبلد وهي ومستعد يعمل أي شيء مقابل انه يكمل مشاريعه ويتمها. صحيح. وجدنا لك تفاعل خلال الايام الماضيه سائد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحتك على فيسبوك والقنوات الاخرى اللي بتتفاعل فيها، في اشياء جديده ولا هو يعني كشعر كانشيد؟ احنا بنعرف سمعنا لك كثير من الاعمال سابقا ومن ضمنها اشياء للأسرة اصلا. يا سيدي، قضيه الأسرة انا كنت قد تكلمت يعني في موضوع قضيه الأسرة، باني انا متبني قضيه الأسرة ولن اتخلى عنها حتى إن شاء الله تفرغ كل سجون الاحتلال يا رب. من أسرار الأبطال. وقضية الأسرة للي ما بيعرف، قضية الأسرة هي يعني هي لابد أنها تكون لها الأولوية بأنها تكون الجميع متبني هذه القضية، لأنه خلينا نحن نقول الأسير يسمى بالشهيد الحي، يعني هو فعليا يعني مثل الشهيد، لكنه شهيد حي. الشهيد الفعلي هو مات استشهد ومات مرة، ولكن الأسير بيموت كل يوم، بكل لحظة قاعد بيموت، أهله بكل لحظة برضه بيبكوا عليه. صحيح. آثار الأسر ما بتنتهي بلحظة الأسر ولا بلحظة حتى التحرر، آثار الأسر بتضل معاه من لبعد هاي لبعد مدة الأسر ولبعد مدة اللي بيقضيها بالسجن، من أمراض، من حالات نفسية، من يعني من عدة أشكال. العدو الصهيوني بيسعى انه حتى الاسير اللي يتم تحريره يضل معاه الموضوع الأسر. انت متابع الموضوع عن قرب سائد ولا بس من بعيد ومجرد متضامن ومساعد يعني في نشر الفكره؟ بالعكس، انا بحاول يعني اكون اقرب ما يكون لقضيه الأسرة. وقد اعجبني اليوم مجموعه من الشباب بإربد اللي اعلنوا اضرابهم عن الطعام، في مجموعه من الشباب اعلنوا اضرابهم عن الطعام برضو تضامنا مع الأسرى المضربين على الطعام بسجون الاحتلال. وإحنا بنحاول بقضية الأسرى حتى بالفن اللي بنقدمه للأسرى، بنحاول إن ندخل بالجزئيات الصغيرة اللي ممكن تقدم أكبر كمية من الوعي للناس وتوعيهم عن قضية الأسرى فعليا، ما هي قضية الأسرى وشو هي شو الأسرى من إيش بيعانوا، شو التحديات، عن بطولاتهم، عن قصصهم. بهاي الامور اللي بنسعى بالاعمال القادمه يكون تكون اعمال نوعيه اكثر من انه نتضامن احنا مع الأسرى يا ابطال يا احرار، لا، في اعمال نوعيه تتحدث عن عم تتكلم عن الاعمال الفنيه ولا الاعمال اي نشاط بشكل عام؟ اعمال فنيه. اها، كيف ممكن العمل الفني يكون فعلا عمل نوعي بعيد عن العاطفه فقط او التضامن التعاطفي تحديدا؟ يا سيدي، المهم دائما بالأعمال هو الفكرة. وكل عمل، كل عمل يدعم قضية الأسرة هو عمل مقدر. فأي حدا ممكن يكتب أي كلام وممكن يكتب عواطف وتجاه الأسرة، وهذا شيء مقدر جدا. بالعكس، وهذا احنا بندعمه يعني. لكن إذا بدك تكون الأعمال نوعية لابد أن تستقي الأفكار من أصحاب الاختصاص. يعني الناس اللي بتشتغل لقضية الأسرى، سواء من أسرى محررين، من حقوقيين، من
من اكثر من جهه، لابد انك انت تاخذ الافكار منهم جميل وتترجمها لكلام على ورق ومن ثم على لحن والى اعمال فنيه مختلفه، جميل او هذا اذا كان العمل غنائي او اذا كان عمل تصويري او عمل صامت او كذا، ولكن بيحمل الفكره الحقيقيه. الناس اللي عاشت فعليا الاسر اللي موجود داخل سجون الاحتلال وبيعرفوا بالضبط، وعاشوا، مش بس بيعرفوا، وعاشوا وشافوا وعاشروا فترة السجن والأسر الأبطال. سمعنا شيء من أعمالك كسائد في هذا المجال. يعني احنا أهم عمل كانوا بيطلبوه، حتى لما كنت يعني كانوا يستضيفوني على راديوهات بفلسطين، كانت الأسرة نفسها يطلبوا عمل مي وملح، اللي هو من كلماتي وألحاني وتوزيع يزن نسيبة، اللي بنوجه كل تحية من عندكم. أكيد. مي وملح زاد البطل، مي وملح مي وملح، صمت العرب زاد الألم زاد الجرح، مي وملح يا هالبطل اضرابك يغيظ العدا، يا هالبطل اضرابك يكيد العدا، وبطلة الحرية رح نعلن فرح، مي وملح وبطلة الحرية رح نعلن فرح، ردوا معي ردوا معي مي وملح مي وملح، زاد البطل زاد البطل مي وملح مي وملح، زاد البطل زاد البطل مي وملح، زاد البطل زاد البطل مي وملح. الله يفتح عليك يا سعد، دائما ان شاء الله تكون صوت الحق انت وكل يعني من نحب من الشعراء من المنشدين ممن يحملون فعلا الرساله الحقيقيه رساله الحق ان كان لفلسطين او لغيرها. كل شكر سعد العجمي الشاعر والمنشد الجميل، سعدنا بك.